نروح بعد كده مع حضراتكم كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منظمي حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي تم تحت سفح الأهرامات. تكريم ده بيأتي للجهود اللي بذلت من جانب منظمي حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير كمان اللي تم تحقيقه ويتابعه أكتر من مليار مشاهد من 190 دولة حول العالم. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل. والله أنا انطباعي كمواطن فخور إن حاجة زي كده تكون من مصر، يعني كمسؤول أكيد إحنا دايما بنتمنى الأحسن والأفضل دايما. إحنا طبعا الحمد لله دولة عظيمة كبيرة بكل مؤسساتنا الرياضية ومؤسساتنا يعني في كل المجتمع المصري. إن شاء الله دي بداية تكون للأفضل في تنظيم البطولة ومجريات المنتخب المصري كل وأفضل نتائج، بصفة خاصة إحنا ريكورد السابق يعني مش وحش، لكن ده يعني الاتحاد المصري لكرة اليد وأيضا إدارة المنتخب إن شاء الله نديها نوفر لها المناخ، لكن هي تشتغل إن شاء الله الأفضل ما يمكن عشان مع التنظيم يكون فيه أداء جيد. ودايما إحنا كمصريين وجماهير والشعب المصري دايما بنبص هل اللاعبين كانوا على المستوى في الأداء. ما بنقول دي بطولة عالم وبطولة عالم بتفرق، ما بنقولش إن إحنا بنطالب ولادنا إن هو لازم، مع إن ده حلم ونجتهد إليه، لكن الأداء الجيد الرجولي هو ده يعني اللي يقنع كل مصري يعني. كانت حفلة على مستوى عالي جدا تليق باسم وسمعة مصر سواء في الداخل أو في الخارج، وإن شاء الله كده يعني الجزء الثاني اللي هو الجزء الخاص بالتنظيم بقية التنظيم وكده، لأن احنا طبعا حفل القرعة بالنسبة لنا كان زي تسخين للبطولة، فأهم حاجة بالنسبة لنا عايزين احنا يعني رغم ان احنا سعداء بالبداية الطيبة اللي بالنسبة لنا، لكن عايزين ننسى القرعة ونخش على بقى الموضوع الأساسي هو التنظيم. لا إن شاء الله كده أنا شايف الأعداد على مستوى عالي والاتحاد مهتم وعندهم مدرب كويس عندهم لاعبين كويسين، وما تنسيش حضرتك إن هم أساسا أبطال عالم سواء بالنسبة للناشئين أو الكبار، يعني الناشئين في المركز الأول على العالم والثالث بالنسبة للشباب، فدي حاجة كويسة. وأنا شايف إنه هيبقى في ميكس بين الكوار والصغيرين وان شاء الله كده يتعمل حاجه كويسه على المستوى. هو ما كانش حدث، هو كان امتحان. العالم كله كان منتظر الاجواء الفوست الاجواء الموجوده ديت، يا ترى مصر هتنظم القرعه ازاي، هتبقى واخده بالها من موضوع الكورونا في التنظيم، ايه مستوى التنظيم. كان امتحان فعلا، والحمد لله بتضافر كل الأشخاص اللي حضراتكم شفتهم وكرمتهم النهاردة، وإن الدولة كلها في ظهر كرة اليد تحت قيادة الوزير أشرف صبحي وشخصيات ناجحة جدا في الإدارة زي كابتن حسين لبيب وأعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد، كلهم قابلوا بلاء حسنا بصراحة علشان تطلع القرعة بهذا المستوى الأكثر من رائع، اللي ادى انطباع للقيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يطلع رسميا يقول كل الدعم لكرة اليد. ده يزيدنا شرف ويزيدنا اهتمام وتركيز ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن. احنا توقعاتنا دايما على أرض الواقع، عندنا طموحات كبيرة إن شاء الله، لكن لما بنيجي نقرر إحنا آخر كأس عالم كنا الثامن على العالم، وده في الألعاب الجماعية مركز أكثر من رائع. عندنا نوصل لهذا المستوى إن شاء الله، وما يأتي بعد ذلك أكيد هيبقى أكثر من رائع. ربنا ييسر إن شاء الله.